أهلا بكم متابعينا في حلقة جديدة من باختصار. باختصار اليوم نتحدث عن التعديلات الضريبية المنتظر عرضها على الكونغرس الأمريكي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما وعد. دعونا نتذكر في بداية انتخاب دونالد ترامب فرحت وهللت الأسواق المالية نتيجة أمرين هامين. الأمر الأول هو التعديلات الضريبية التي وعد بها، والأمر الثاني هو تخفيف القيود التشريعية على عمل البنوك والشركات الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر سنتحدث عنه لاحقا. دعونا نبدأ اليوم بالتعديلات الضريبية المقترحة من دونالد ترامب وأثرها على الاقتصاد الأمريكي. بداية، الولايات المتحدة الأمريكية دولة تطبق النظام الضرائب التصاعدية سواء على الأفراد أو حتى على الشركات. ما نتحدث عنه هو الضريبة الفيدرالية وليس الضرائب الخاصة بالولايات، يعني كل ولاية داخل الولايات المتحدة الأمريكية لها نظام أو لها نسبة ضريبية مختلفة عن الأخرى وفقا لنظامها الداخلي، ولكن الضرائب الاتحادية التي تحصل من قبل الأفراد والشركات العاملة على الأراضي الأمريكية. نبدأ بالضرائب بالنسبة للأفراد. الضرائب بالنسبة للأفراد في الولايات المتحدة الأمريكية ضرائب تصاعدية تبدأ من شريحة 10% وحتى 39.6%. طبعا المقترح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفيضها من حدود إلى 3 شرائح، دمج كل الشرائح الضريبية في 3 شرائح رئيسية تبدأ من 12% ومرورا من 25% وحتى أقصاها 33%. يتفق معه في ذلك أيضا المقترح من الحزب الجمهوري التابع له دونالد ترامب. يعني هنا نوضح أيضا أن هناك اقتراحين، مقترح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومقترح من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه دونالد ترامب، وبالتالي يجب قبل عرض هذا المشروع على الكونغرس أن يحصل الرئيس الأمريكي على الأقل على موافقة حزبه لكي يساعده في تمرير هذا التشريع من قبل الكونغرس الأمريكي. طبعا هذا التخفيض الضريبي على الأفراد سيستفيد منه في الغالب أصحاب الدخل المرتفع، من يعني الذين دخلهم أعلى من 3.6 مليون دولار في السنة، وهم تقريبا 1% من إجمالي المواطنين الأمريكان، ولكن يدفعون أموال طائلة. سيستفيدون للغاية من هذا التخفيض، تقريبا ستخفض نسبة ضرائبهم حوالي 14% في العام، وبالتالي هم المستفيدين الأكبر. الشريحة الأدنى والتي دخلها منخفض للغاية ستستفيد من هذا التخفيض بأقل من 1% بحوالي 18 نقطة مئوية تحديدا. طيب نذهب إلى الضريبة على الشركات، وهي الأهم بطبيعة الحال بالنسبة للموازنة وبالنسبة كدخل قومي للولايات المتحدة الأمريكية وكدخل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. الضريبة على الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية الحد الأقصى لها هو 35% بعد آخر تخفيض فرعي حدث في نهايات 2015 من حكومة أوباما أو من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. الـ 35% هي تعتبر من أعلى الضرائب على الشركات في العالم. إذا ما قارناها بالدول السبع الكبرى سنجد أن الضريبة في مثلا فرنسا، وهي تعتبر أيضا من الدول المرتفعة للغاية، حوالي 34.4%. هناك 37% في اليابان أيضا، ولكن إذا نظرنا إلى المملكة المتحدة 21%، ألمانيا تقريبا 30%، وبالتالي هناك فارق كبير. كندا 26%، وبالتالي هناك فارق تفاوت كبير في نسبة الضريبة، وهو الأمر الذي يدفع الولايات المتحدة لتخفيض هذه الضريبة لكي تجذب رؤوس الأموال والمستثمرين. وأيضا سنتحدث عن نقطة أيضا، ولكن نعود، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقترح أن تخفض تلك النسبة إلى 15%. إذن سيصبح الحد الأقصى للضريبة على الشركات 15% وتخفيض كبير للغاية. هناك اختلاف ما بين رؤية ترامب والحزب الجمهوري الذي يقترح أن تخفض الضريبة فقط إلى 20%. إذن هذا الاختلاف يجب أن يحسم قبل عرض المشروع على الكونغرس أو يدور على الأقل بشأنه نقاش مع الإدارة الأمريكية. هناك دراسة هامة للغاية يعني يجب أن تنظروا إليها، ويعني سنضيف رابط هذه الدراسة في الوصف لهذا الفيديو. دراسة من مركز دراسات السياسات الضريبية في الولايات المتحدة التابع لمعهد بروكينجز، ويتحدث عن أن هذا التخفيض سيخفض دخل الميزانية الفيدرالية أو الدخل الفيدرالي للولايات المتحدة على مدار 10 سنوات القادمة بحوالي 6.2 تريليون دولار، وأيضا سيخفض
هذا الدخل بنسبة 8.9 من 10 تريليون دولار خلال العشر سنوات التالية لذلك. إذا خلال العشرين سنة القادمة سنرى انخفاض في الدخل القومي للولايات المتحدة المحصل من الضريبة وفقا لهذا التعديل الضريبي المقترح. ولكن أيضا الدراسة تشير إلى أن هذا سيدفع النشاط الاقتصادي داخل الولايات المتحدة ونمو النشاط الاقتصادي على الأقل على المدى القصير، ولكن المدى الأبعد ستقف نسبة مساهمة الدخل المحصل من الضريبة للميزانية الفيدرالية عند 2.8 وهو أعلى من النسبة الحالية 2.1 تقريبا إلى حتى عام 2020، وفي نموذج إحصائي أو تقديري آخر حتى عام 2021. الرابط موجود في الشرح وأرجو منكم الدخول إليه لقراءة المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر. بقى أن نشير إلى أن الهدف الرئيسي من التعديل هذا تعديل الضريبة على الولايات المتحدة على الشركات العاملة في الولايات المتحدة هو أمر هام للغاية. جذب الأموال الموجودة في الخارج للشركات الكبرى مثل أبل على سبيل المثال، أبل لها في أموال خارج الولايات المتحدة الأمريكية لكي لا تحصل عليها الضريبة بحوالي 181 مليار دولار. هناك دراسات كثيرة مثلا كاتر بيلر حوالي 17 مليار دولار ومايكروسوفت في حدود 100 مليار دولار أو 108، والعديد من الشركات لها العديد من المليارات خارج الأراضي الأمريكية لكي لا يدفعوا الضريبة على هذه الأموال. إذن هدف إقرار هذه الضريبة هو اكتذاب تلك الأموال مرة أخرى ليعاد استثمارها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تنشيط الاقتصاد وتوليد الكثير من فرص العمل. تابعونا في أرجو أن تكونوا استفدتوا، وتابعونا في لقاءات جديدة وفيديوهات أخرى.